من الصفات العظيمة في هذا الشهر التي تكتسب، وهو ما يتعلق برقة القلب، فإن هذا الشهر سبب لرقة القلب ولينه. ولين القلب أمر من صفات المؤمنين، ومن أثر لين القلب أن تحضر الدمعة، فإنه إذا لان القلب فاضت العين دمعا وأسدلت من خشية الله عز وجل سدولها. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فالمرء إذا أكثر من قراءة كلام الله عز وجل والتفكر في معانيه فإن قلبه يلين، وإن عينه ترق، وإن أعظم شهر يقرأ فيه القرآن هو شهر رمضان. ولذا قرن الله عز وجل القرآن بهذا الشهر، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبرائيل عليه السلام يدارسه القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل القرآن، فيقرأ القرآن في رمضان مرة إلا في السنة التي قبض فيها بأبي هو وأمي، فقد دارسه جبرائيل القرآن فقرأها مرتين. إذن هذا الشهر هو شهر القرآن، فيه يقرأ القرآن ويتلى، وفيه تذكر أعظم القصص، ويذكر فيه أعظم الحكايات في قراءة الأوائل لكتاب الله عز وجل. وقد أطال محمد بن نصر المروزي في ذكر أخبار السلف في قراءتهم القرآن في هذا الشهر بالخصوص حينما ذكر قيام رمضان. ولذا استحب العلماء ألا يخلو شهر رمضان من ختمة، وألا تخلو صلاة التراويح من ختمة كاملة. ومن قرأ القرآن في شهر رمضان ولم يرق قلبه ولم تنسدل الدمعة من عينه فإنه حينئذ يخشى عليه من قسوة القلب. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: لم يزل الناس يبكون عند الذكر وعند القرآن. لم يزل الناس يبكون عند الذكر وعند القرآن، ويقصد بالناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا المقصد من المقاصد العظيمة، وهو تهذيب الأخلاق وتليين القلب. والمرء كلما فاضت عينه بدمعة كلما كان مؤثرا ذلك في قلبه، إذ بين العين وبين القلب ارتباط. واسمع لقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استدل بعض أهل العلم على ما بالعين على ما بين العين وبين القلب من ارتباط، فإن القلب إذا خشع فإن العين تدمع، وإن القلب أمره سر ونظر العين سر، وغير ذلك من المعاني التي أوردها أهل العلم من باب الإشارة في هذه الآية العظيمة.